الحل التاني لتعويض الأسنان كاملة، لتعويض الأسنان كاملة أنا بسميه الحل البرونزي بعد فقد الأسنان كاملة، وهو حل أفضل شوية من الطقم المتحرك، وهو طقم شبه ثابت. بيحصل ان احنا بنحط القواعد معدنية او زرعات، ولكن في الحالة دي الزرعات بتكون اقل من الوضع المثالي. الزرعات بتكون ممكن 2 أو 4 أو 6، في الغالب بتكون 4 زرعات، ونبتدي نتغلب على مشاكل الطقم. مشاكل الطقم هي الحركة وعدم الثبات بالذات وقت الاكل. لما بنحط قواعد معدنية في الفك بنركب عليها طقم عادي، طقم متحرك عادي، برضو الأسنان ما زالت بلاستيك ولكن حجمه أقل بكتير جدا من الطقم الموجود بطريقة اللي ما فيهاش غرسات، وبالتالي ثباته بيكون أكتر. المريض بيقدر يستعمله، لأن بيقدر يستعمله براحته وقت الأكل، ما بيتحركش إلا بصعوبة، لازم المريض ينزعه بقوة من مكانه. زي ما احنا شايفين السطح المبطن للطقم بيكون في مكان بتقعد فيه القواعد المعدنية وبتخلي الطقم قاعد في مكانه. المريض في الحالة دي بيحتاج ان هو يشيله على الاقل مرة واحدة في اليوم، ينظفه ويرجعه تاني. هو حل للتغلب على حركة الطقم العادية، هو حل مناسب، اغلى شوية من الطقم المتحرك. عايزين نثبته ممكن نستعمل قضيب معدني ومشابك. القضيب المعدني والمشابك بيثبتوا الطقم، وبرضو المريض بيقدر يشيله مرة واحدة في اليوم على الأقل وينظفه. هو حل مناسب جدا للمرضى اللي حالتهم المادية لا تسمح بأن هو يركب أسنان ثابتة كاملة، وفي نفس الوقت مش متقبل الأسنان البلاستيك. هو حل وسط بين التركيب الثابت تماما وبين التركيب المتحرك تماما، لأن حجمه أقل وراحته أعلى.